أن تملك بيتاً يؤويك، هذا أقصى ما يستطيع فعله المواطن العراقي في ظل العاصفة الترابية، لكن مهلاً عند هذه الخيام، فليس بها قوة أن ترد غبار العاصفة وتحمي من بداخلها من الاختناق. مخيم بزيبز في محافظة الأنبار وعليه قس باقي المخيمات في قلب العاصفة ينبئ عن حجم المأساة. الأوضاع مالتنا اللي صار لنا سنين هنا بالمخيم وبهذا التراب وفي الصحراء ذابينا، ما واحد جه سأل عينه لا مسؤول لا واحد أبو غيره، وجه سأل قال يا أبا هاي العالم عاش وخلينها بالصحراء، ليش ما ترجعوا لها لبيوتها؟ هذا هو بالبيت قاعد ببيته ويقول أنا تراب وحاير بالعاصفة، كيف هذا أنت ساكن بخيمة؟ وبالخيمة طفون الكهرباء بالأقبار وبالهواء، الكهرباء تطفي وتراب، وهو عبارة يعني عن كيس لايلون. زين بس أرد أسألك شلون وعدنا أطفال وعدنا نساء وعدنا شياب يعني كبار. وحتى قبل العاصفة يواجه المهجرون هنا كل يوم عواصف الجوع والفقر، الشباب بلا عمل وكبار السن بلا معيل. رواتب ماكو طبعا، احنا انا يمكن عائلتي خمس نفرات والله ما عندنا راتب، والله نعيش اطلع يوم واشتغل وعشرة ايام او شهرين قاعد، والله العظيم هاي يمكن انا صار شهرين والله ما مشتغل يوم واحد، ما مشتغل ماكو شغل لا رواتب ولا شيء، يعني ما يفكرون شلون هاي العالم تعيش. لا الحكومة دايرة بال علينا ولا مسوين علينا شيء ولا منفذين شيء ولا رددونا لبيوتنا ولا مساجيننا طالعينها ولا المفقودين مطلعينهم. إنهم يستنشقون واقعا مغبرا يجسد في كل شهقة مأساة وطن وضع على مذبح العملية السياسية. قوة جرنا بس أن لله أو أن للرجل، حسب الله الوكيل، حسب الله الوكيل.